سلم الجيش السوداني النائب العام نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين شاركا الثلاثاء الفائت في تجمع لإحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام مقر قيادة الجيش عام 2019. التحرك السريع للتحقيقات وتقديم متهمين قابله ترحيب ممزوج بالحذر من أن تكون محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتهدئة المطالب بكشف المتورطين في قتل 128 محتجا قبل عامين. فهل يوقف تحرك الجيش بإقناع الشارع السوداني؟ وماذا حل بالتحقيقات في مقتل 128 محتجا سودانيا في 2019؟ وماذا فعلت السلطة الانتقالية ذات الغالبية المدنية في موضوع محاسبة المسؤولين؟ الخطوة التالية بعد تسلم النيابة العامة تقرير الجيش هي استجواب المتهمين وفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم بمقتضى المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد والمادة 186 المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خطوة يرى خبراء أنها تظهر توجها حكوميا جادا في التعاطي مع ملف جرائم قتل المتظاهرين. حقيقة يعني بقدر انتقادنا للقوات المسلحة وبقدر بأنه انتقادنا للفعل المجرم الذي ارتكب من قبل جزء من منسوبيهم، لكن خطوة تسليمهم إلى العدالة وإلى النيابة ليحاكموا أمام القضاء المدني أنا أعتقد دي خطوة جريئة وممتازة وتساهم في عدم المبدأ الإفلات من العقاب وتساهم أيضا في إحلال مبدأ سيادة حكم القانون. سادت الشارع السوداني حالة من الغضب عقب تكرار قتل المتظاهرين في أواخر شهر رمضان، بينما لا تزال لجنة التحقيق الوطنية التي شكلتها الحكومة بشأن حادثة فض الاعتصام في عام 2019 تراوح مكانها، غير أن قيام الجيش هذه المرة بالتحقيق الفوري وتسليم المتهمين من عناصره للنيابة العامة أدى إلى امتصاص الكثير من الغضب، رغم مخاوف البعض من أن يكون التحرك السريع هذه المرة بهدف تهدئة المطالب السابقة بكشف المتورطين عن حادثة فض الاعتصام الأولى. كل لجان التحقيق في كل الأحداث السابقة التي حدثت خلال الفترة الماضية يجب أن يتم التعامل فيها بنفس النسق، وهو أن يتم تسليم نتائج التحقيقات وأن يتم الحديث عنها بشكل جدي وتسليم المتورطين أيضا. العدالة يجب أن لا يتم تجزئتها. معتقلات السجن الحربي التابعة للجيش السوداني تضم بالإضافة إلى المتهمين السبعة 92 عسكريا آخرين يشتبه في مشاركتهم في جريمة قتل وإصابة متظاهرين الأسبوع الماضي. ومع استعداد الجيش لتسليم كل هؤلاء للعدالة، تشير بعض أصابع الاتهام إلى ما تصفه بجهات سياسية وراء تنظيم إحياء الذكرى الثانية للاعتصام، وحث الشباب على الاقتراب مرة أخرى من قيادة الجيش وتطالب بمتابعة التحقيقات للكشف عن تلك الجهات. هنالك جهة منظمة جداً كانت تدير هذه العملية بأكملها، لأنها جهة أصبحت مكشوفة للعيان. هذه الجهة تريد أن تورط السلطة الحاكمة بشقيها المدني والعسكري في عمل قتل وتخريب وعملية كبيرة جدا لتسود الفوضى وبالتالي تنقطع على النظام القائم وتستلم السلطة. إحراز تقدم إجرائي في ملف جرائم قتل المتظاهرين استبقت به الحكومة مشاركتها في مؤتمر باريس للتأكيد كما يقول البعض على صدق توجهها نحو تحقيق العدالة، تجنبا لاتهامات قد تطالها بالتلكؤ في كشف المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة. تحركت الحكومة بشقيها العسكري والمدني بسرعة هذه المرة وأعلنت للرأي العام توقيف المتهمين تمهيدا لمحاكمتهم، خطوة حسب مراقبين تقطع بها الطريق على ما يصفونه بمخطط يستهدف زعزعة الفترة الانتقالية. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من لندن راشد سيد أحمد قيادي بالحزب الشيوعي السوداني، أهلا بك معنا، على أن ينضم إلينا أيضا من الخرطوم مأمون فاروق المحامي والقيادي في قوى الحرية والتغيير. إذا سيد راشد، بداية إن تبينت أي معطيات أو أي تفاصيل فيما يخص النتائج المتعلقة بالتحقيق في مقتل متظاهرين قتلوا في ذكرى إحياء فض الاعتصام في 2019، من ناحية الأسماء، من ناحية التوجه إلى رفع الحصانات، أو من ناحية المباشرة باتخاذ الخطوات القانونية بصورة عاجلة؟ شكرا جزيلا للاستضافة، وده موضوع حيوي.
حتى الآن ليس في علمي أو في علم العامة الأسماء، لكن تحدثوا عن 7 ودل تم إثبات أو التحرز عليهم، وفي 92 من جنود قيد التحري أيضا على حسب آخر كلام صرح به نائب العام. السرعة هذه هي مطلوبة، وربما يعني تقطع الطريق ليس أمام الجهات التي أشار إليها تقريركم، وبعض قطع الطريق على محاولة إخفاء الجهات المنفذة لهذا الأمر كما حدث في 3 يونيو 2019. تطاول المدة في تنفيذ العدالة هو يعني نقران للعدالة كما يقول المثل القانوني، يعني يقول لك justice delayed is justice denied. فتطاولت الفترة بالشهداء الأول في 29 رمضان، ولكن هذه المرة تم الاستعجال، وهذا شيء محمود. نتمنى أن تشير طيب التحريات إلى الأيدي الحقيقية التي أمرت. ربما هذه هي النقطة الجوهرية سيد راشد، يعني عندما نتحدث عن موضوع السرعة في هذه التحقيقات، لكن السيد حمدوك وجه بسرعة بتسليم المسؤولين عن مقتل المتظاهرين في إحياء ذكرى فضل الاعتصام، ولكن بالمقابل الملف الرئيسي أحداث فضل الاعتصام في 2019، أين وصل مسار هذه التحقيقات ولماذا كل هذه العطلة، وخصوصا بأن هناك جزء كبير من السودانيين يتحدثون عن تراخي من قبل الحكومة الانتقالية في هذا الملف؟ أتفق مع هذا الرأي أن هنالك تراخي وهنالك خطأ منهجي في بداية تكوين اللجنة الوطنية للتحقيق، لأن هذه اللجنة كونت من قبل رئيس الوزراء وليس النائب العام، وبالتالي هنالك بعض المشاكل القانونية فيما يتعلق بتسليم التقرير نفسه وصلاحيات تمدد أصابع التحري إلى جهات يظن أنها مشاركة بشكل أو آخر. هذا التطاول وطبيعة التكوين الأولى جعلت من هذا التأخير يعني يجد قليل من التبرير من قبل الجهات المكونة له. طيب سيد راشد، في هذه النقطة عندما تتحدث عن خطأ منهجي وبالتالي نتحدث عن أنه مسار التحقيقات فيما يخص يوم فضل الاعتصام في 2019 قد يأخذ الكثير من الوقت بما أنه عليه الكثير من الإشكالات والنقاط. نعم، نحن لا 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 ندعو لأن يتم يعني لهوجة في الإجراءات حتى لا يؤخذ بريء وحتى لا يفلت مجرم. لكن هذا التأخير تأخير يعني غير منطقي، بحكم أن كثير جدا من الشواهد موجودة والوثائق موجودة والتسجيلات موجودة وشهود العيان موجودين، وهنالك بعض القضايا المتعلقة بجثث من تبقى من شهداء الاعتصام الذين لم يتعرف عليهم مخزنة في برادات و تعفنت، وكثير جدا من الأدلة قد تكون يعني ضاعت مع تراكم الزمن مع مروره، وطبعا الأدلة بعضها عضوي لا يحتمل مثل الإجراءات التي اتبعت. فهنالك يعني مسببات تجعل أو محاولة لأن يفلت الجناه بمثل هذا التطاول، ويعتمدون على أن ذاكرة الشعوب قصيرة وأن الناس يمكن، وهي نقطة مهمة سيد راشد، لأنه الشارع لم يهدأ ولا أسر الضحايا، وخصوصا بأن هناك مطالب بتحويل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية. أود أن أتوقف معك حول نقطة لافتة أيضا ما قاله رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حول بطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات، وصفه وقال بأنه صار متلازمة تدعو للقلق. هذا الاعتراف من قبل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هل هو اعتراف حقيقي فيما يخص التعامل أو ضعف التعامل مع هذا الملف، أم أنه قد يعتبر يعني امتصاص لغضب الشارع الذي فعلا ينتظر نتائج التحقيقات؟ يمكن فهمه من النقطتين اللي ذكرتيهم يا أستاذة، ولكن نحن نعتقد أن التباطؤ لأنه قد تشير أصابع التحقيق إلى ولوغ
شخصيات نافذة في المكون الحاكم الآن، وبمرور الزمن يعتقد أن الأمر سيمضي وينسى ويطوى في طي النسيان. لكن هذا الاعتراف هو جاء متأخرا حقيقة، لأنه تمت مناشدات له من كثير من القوى السياسية ومن لجان المقاومة ومن أسر الشهداء ومن عدد من التنظيمات المدنية والسياسية بأن يتم الإسراع. حقيقة أيضا اللجنة لا يمكن إجبارها على الإسراع دون الاستكمال، ولكن عدم وجود تمليكهم للوجستيات أو المعينات هذا شأن الحكومة وشأن رئيس الوزراء شخصيا، لأنه تكوين اللجنة تم من قبله. طيب في هذه النقطة كانت أيضا هناك أصوات تتحدث بأن تكون هذه اللجنة المكلفة بالتحقيقات أيضا تشارك فيها عناصر خارجية، أو أن تكون يعني من أشخاص ربما من دول إقليمية أخرى. من الناحية القانونية هل هذا ممكن، يعني بما أنه هناك توجه للنظر إلى نتائج شفافة، وأيضا هناك اتهامات مباشرة لشخصيات رفيعة في المجلس العسكري؟ قد لا نستطيع، يعني نحتاج نحن لجهات خارجية، لأنه هذا الحدث مشهود على مرأى ومسمع من الناس، والأدلة كثيرة موجودة. كل الذي نحتاجه هو الإرادة الوطنية والإرادة الثورية في النفوذ إلى مسببي هذه الجريمة البشعة، وأن لا يتعالى أحد على سلطة القانون. اللجنة المشرفة على التحقيقات تحدثت عن وجود طرف ثالث، يعني ربما ما تتحدث عنه هو يتنافى مع توجيه الاتهام لطرف ثالث كان يتقصد افتعال هذه الأعمال واستهداف هؤلاء المدنيين. عندما يتم الحديث عن طرف ثالث، هل الآن من الممكن أن يتضح من هو هذا الطرف؟ يجب على الأقل هم عندما يتحدثون عن طرف ثالث فهذا تحديد يعني يعتقد أنه مبني على وقائع، وبالتالي من واجبهم أن يحددوا هذه الجهة الثالثة ويحددوا الجهتين. يعني في الأول يخبرون ما هي الجهتين الأوليتين، وبعدين يورون الثالثة هذه. فنحن حتى الآن ما في معلومات عن تفاصيل التقرير المسلم، والتقرير ده محصور فقط في ما حدث في 11 مايو 29 رمضان، حيث يعني ارتقى شهيدين في ذلك الحراك السلمي. أما فيما يتعلق بجهات ثالثة ورابعة، هذه أيضا ذريعة يستخدمها الذين يودون أن يخفوا المعالم، بأن الذين تشير إليهم أصابع الاتهام ليسوا هم من قام بهذا الفعل الشنيع، وهذه محاولات للخروج من عنق الزجاجة. ولكننا سنبلغ غاياتنا مع نضال شعبنا ومع الإصرار الشعبي. أشكرك جزيلا. بالتأكيد ضيفي من لندن راشد سيد أحمد، القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، شكرا جزيلا لك.